بكل معاني الفخر والاعتزاز وبالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع الزميلات والزملاء أعضاء الهيئات التدريسية والإدارية والفنية وكذلك الطلابية، أتقدم بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة حفظه الله ورعاه بهذه الكوكبة من الطلاب المتميزين والمتفوقين علميا للعام 2017. كما يسرني أن أهنئ أبناء الطلبة بإنجازات تفوقهم وتميزهم الذي يشكل أحد الأركان الأساسية للرسالة السامية التي وضعها لجامعة الشارقة عندما تفضل بتأسيسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي رئيس الجامعة حفظه الله ورعاه، والذي أصبح هدفا دائما لجميع العاملين في جامعة الشارقة وخاصة زميلاتي وزملائي أعضاء هيئة التدريس، حيث يعمل الجميع وفي كل عام على رفع معدلات التفوق والتميز بين الطلبة ضمن معايير ولأنهم ضمن معايير ولائهم ووفائهم لعملهم التعليمي والتعلمي أولا، وثانيا لتحقيق رسالة الجامعة وأهدافها في رفع معدلات التفوق بين طلبتها. أما الآباء والأمهات وأولياء الأمور فتهنئتي وأسرة جامعة الشارقة لهم ذات طبيعة خاصة، لأن تربية أبنائهم وتنشئتهم على التفوق والتميز تطلبت منهم الكثير جدا في مراحل التنشئة المختلفة، ليس في معاني التضحية والرعاية والعناية، بل في زراعة الثقة بالنفس وفتح آفاقها وتحريض مكامن التميز والإبداع فيها، وهذا بحد ذاته يتطلب كما تعلمون كثيرا من الجهد والعناية والاهتمام، وعليه فإننا نقدم لهم هذه التهنئة الخاصة لما حصدوه اليوم من ثمار حقيقية طيبة. أبنائي المتفوقين والمتميزين، أما أنتم أيها الأبناء فإننا إذ نهنئكم اليوم على ما استطعتم تحقيقه من تفوق أو تميز، إنما نود أن نؤكد لكم أن أوطانكم وخاصة تلك التي تتخذ من التقدم والتطور منهجا راسخا لتقدمها الوطني الدائم بين شعوب ودول العالم، تعتمد على أمثالكم من المؤهلين المتميزين، لأنها تحتاج إلى إبداعكم وتمييزكم ليس في تنفيذ خططها لهذا التقدم والتطور فحسب، وإنما لتزويدها بما أنتم أهل له في رسم وإبداع الخطط التنموية التي تمكنها من استئناف هذا التقدم والتطور. لهذا أوصيكم بالمزيد من العلم والمعرفة، أوصيكم ببناء صروح علمية شاهقة في ثنايا أرواحكم وأنفسكم، لأن من شأن هذا البناء أن يقدم لهذه الأوطان وللآخرين بشكل عام الأفضل دائما، كلما كان هذا البناء أكثر ارتفاعا ورسوخا. وثقوا تماما بأن أبواب جامعتكم مفتوحة دائما لتستقبلكم لتلبية أي تطلعات علمية أو معرفية تحتاجونها، ولا سيما في ميادين برامجها من المعاهد والجامعات للدراسات العليا والأبحاث العلمية. أبنائي المتفوقين والمتفوقات، مرة أخرى أقدم التهنئة والتبريكات لكم ولأولياء أموركم، داعين الله العلي القدير أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.